خلينا بقى نبدا كده ان انا بحب ابدا دايما بالحاجات اللي بتبقى بتشرف او الحاجات المفرحه عن النادي الاهلي امبارح رابطه الدوري الاسباني لكره القدم طبعا لا عملت بيان رسمي واتكلمت فيه عن تدريس ماده عن النادي الاهلي وهي قالت كده تحديدا وده حضراتكم ممكن تروحوا تشوفوه عشان الناس اللي بتقعد تشكك تقول لك الكلام ده مش حقيقي وبتاع موجود ناس من هذه النوعيه يعني حضراتكم لازم بجد تفخروا بالنادي الاهلي مفيش نادي تاني في افريقيا ده بيحصل يعني بشانه انا بقول لحضراتكم واقع فمعلش يعني اللي عنده كلمة يخليها له بقى قالت كده تحديدا عبر تويتر قالت مادة رائعة ودسمة ما أفادت طلابنا شكرا النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا شكرا محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب نتطلع لرؤيتكم ثانيا في برنامج ماجستير الدورة المقبلة كانت طبعا زي ما حضراتكم تابعت وإحنا نوهنا عندك جامعة لاليجا الإسبانية قامت بتدريس المادة مادة النادي الأهلي تحت عنوان كده نادي القرن في أفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط و يعني تواجد كمان في اسبانيا خلال الايام اللي فاتت دي وكنا بنتابعه برضه هو كان بيعمل بوستات كتيره للمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره وشارك في ماجستير الاداره الرياضيه هناك بمقر لا ليجا بمدريد وهو المحاضر خليني اقول لحضراتكم العربي والافريقي الوحيد بالماجستير هناك وشارك فيه كبار المتخصصين اصلا في صناعه الرياضه على المستوى بنتكلم العالمي يعني محاضرون من الفيفا والدوري الانجليزي والايطالي والامريكي المحترفين لكره القدم فاكيد اكيد كمان مره اكيد حاجه تشرف جدا فسعداء بالنادي بي الاهلي بيحققوا على المستوى المحلي او المستوى الدولي سعداء بالاخفاقات اللي بتحصل ان احنا بنبقى واثقين ان هيرجع يقف على رجليه احسن من الاول سعداء بكل حاجه بتحصل على فكره لان ده بيدي امل كبير جدا وعن استحقاق للفترات القادمه باذن الله حصل قبل كده وبيحصل دلوقتي وهيحصل بعد كده عادي حال الكبير ممكن يتعثر بس بيرجع يقف على رجليه تاني فبكل ظروف الاهلي بنحبك يا اهلي ودي حاجه بس كده حبيت ابدا بيها يعني. يعني الحلقه النهارده هو الحقيقه الاهلي مش بس كبير يعني الاهلي خلاص اصبح ماده وبقى بيدرس يا حضرات في جامعات العالم الحقيقه حاجه طبعا مشرفه جدا ودي حاجه تورينا الى اي درجه احنا بنتكلم على منظومه متكامله الاركان منظومه كما ينبغي ان تكون اه في بعض الاحيان ممكن احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم على رياضه فالرياضه مكسب وخساره الى اخره ويعني مش هزود كمان على الكلام اللي اتقال في هذا الاطار ولكن في النهايه احنا بنتكلم على كيان بيشكل منظومه بتدرس يعني الموضوع باختصار كيان يمثل منظومه بتدرس فمفيش كلام ممكن يتقال يعني ابلغ من كده الحقيقه طيب